سلم جيل كله شرب مني، اللي رسم على ورق البرد واللي نحت تماثيل. يا بسطاوي بتشد الكتاب من ايدي ليه؟ عشان انا خلاص خلاص زهقت من الصمت الرهيب والهمس واللمس. انت مش حبسني في كتاب التاريخ بتاعك ده عشان تحبس دمي وتحبس صوتي. انا قربت خلاص افقد حاسة النطق. العضو الذي لا يستعمل يضمر. يضمر يا اخي؟ هو انت بتبطل رغي اصلا؟ ما انت سايبني وهاتك يا رغي في الكتاب. نعم، رغي في الكتاب اسمها أقرأ في الكتاب، العلم نور. اسمع بقى، أما أنا اكتشفت إن المعرفة فعلا شيء مفيد. أنا أصلي بحاول أعرف شوية حاجات كده عن الملكة نفرتيتي والفرعون إخناتون اللي إحنا في عصره دلوقتي. الملكة والفرعون جوه القصر نايمين وإحنا اللي مكتوب علينا الشأن الصبح. هو أنت تعرف مين هو إخناتون؟ مين يا أخ أمير؟ اسمع يا سيدي، إخناتون ده بقى يبقى الابن الأصغر للملك أمنحتب الثالث من الملكة دي. دي طبعا بقى إيه؟ كانت الزوجة العظمى المفضلة للملك. أنت عارف حكمه امتد لمدة 38 سنة، وبعد ما مات ابنه أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون مسك الحكم. وحياتك، المرة الجاية فكرني أجيب معايا ربابة. ليه يا بسطاوي؟ عشان أنت تقول وأنا أعزف لك على الربابة وأغني. ليك حق تتريق عليا لانك جاهل. انا نفسي كنت جاهل زيك. جاهل ولا عالم يا عالم؟ انا ما بحبش كده. وانا ما كنتش بحب كده، واحيانا لحد دلوقتي بلاقي نفسي مش مقتنع قوي بكده، لكن في حاجات كتيره 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 كده بتشدني ان انا اعرف تاريخنا. وانا ذنب امي ايه؟ قصدي ذنب ابويا ايه؟ ابو اردان. انا ماليش دعوه بالتاريخ ولا بالجغرافيا، انا احب حصه الموسيقى. ايوه انا بتاع المزيكا، والله عليها بقى كمان حصه الالعاب، والاحسن من دي ودي الفسحه. الفسحه ولا الكبيره بقى الاجازه. انت عمرك ما هتتعلم. وانا حتى لو اتعلمت هيقولوا لي مثلا يا دكتور انا مالي ومال اخناتون ومراته؟ هي كان اسمها ايه؟ نفرتيتي ملكتي الجميلة. مولاي الفرعون العظيم إخناتون، ما أجملك نفرتيتي الجميلة، وأنت تهتمين بجمالك الذي فاق كل نساء الدنيا. أنا أؤمن يا مولاي
أن جمال المرأة وزينتها من جمال شخصيتها. صدقيني يا جميلتي العظيمة، لهذا أحبك أكثر وأكثر. آه يا نفرتيتي الجميلة، آه يا ملكتي العظيمة. ما بك يا مولاي الفرعون العظيم؟ لا شيء، لا شيء. كيف لا شيء وأنت تبدو مهموماً؟ لا عليك، إنها أعباء الحكم. إنك فرعون مصر منذ 4 سنوات وتملأ الأرض عدلا. وما استطعت يا جميلتي نفرتيتي، فليس هناك عدل في الأرض. كيف يا مولاي؟ لو لم يكن هناك عدل في الأرض فأين ننشده؟ لا أعلم، لا أعلم حقيقة هذا الأمر. إذن هذا ما يشقيك ويجعلك مهموما. ربما أنا لا يريحني الآلهة المتعددة في مصر، أنا أريد توحيد الآلهة. توحيد الآلهة؟ نعم توحيد الآلهة، إنني أبحث عن إله واحد. إله واحد؟ منذ زمن وأنا أفكر وأفكر تأخذني فكرة التوحيد، توحيد الآلهة في إله واحد، توحيد كل الآلهة بما فيها الإله آمون رع. لكن يا مولاي، أعلم صعوبة الأمر الذي يقترب من المستحيل، أعلم كهنة آمون الذين لا يفرطون في دينهم وسيقاومون بشدة أي دين جديد. هذا ما أردته بالفعل. كل هذا لا يعنيني، ما يعنيني حقا هو الإله الجديد، الإله الذي تتوحد به كل آلهة مصر. ومن هذا الإله يا إخنتون العظيم؟ هذا ما أسعى له وأتمناه، أراني بقلبي قريبا منه. ربما لا يعنيني من هو بالتحديد قدر ما تعنيني فكرة التوحيد. إنه هو الإله الواحد قرص الشمس آتون، الإله آتون، الإله آتون، الإله الواحد. يا أمير، هو الفرعون جايبنا هنا ليه؟ اسكت اسكت يا بسطاوي، الفرعون دلوقتي في ساحة تأمل. تأمل؟ تأمل إيه بس وهو باصص للشمس وهي بتشرق كأنه أول مرة يشوفها؟ هو جايبنا نشوف الشروق في الصحراء بدل ما نروح نستمتع بالشروق على النيل ولا على البحر في الساحل الشمالي يجيبنا في الحر ده؟ اخرس بقى، أنا زهقت. الحق يا أمير، دول سابونا ومشيوا. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي حصل للفرعون؟ وانا ايش عرفني؟ دول نفضولنا، سابونا ومشيوا. طب يلا بينا، يلا بينا نجري نلحقهم. مهما نجري مش هنلحقهم. لا، طب والعمل دلوقتي يا بسطاوي؟ معرفش، انا ان كان عليا محلولة انا كده كده بطير، ممكن اطير والحقهم. نعم، وانا ايه هتنفضلي زيهم؟ لو تعرف تطير طير. ما انت عارف ان انا معرفش اطير. خلاص اتصرف انت يا صاحبي. أنا اتصرفت خلاص يا بسطاوي. هتعرف تطير؟ معقولة؟ لا، حركب يا صاحبي. آتون؟ الإله الجديد آتون، إنني أشعر بالارتياح لهذا الإله الجديد. إنه الإله الواحد نفرتيتي، الإله الواحد. إيه ده؟ أنت تقيلاوي؟ تقيل جداً. تقيل إيه يا بسطاوي؟ ده أنا خفيف قوي، ده جد دايما حتى كان بيقولي اني ما باكلش. امال لو كنت بتاكل كنت بقيت قد ايه؟ ده انت قطمت ظهري يا جدع. طير وانت ساكت يا بسطاوي. كمان بتتنطط عليا؟ اكونش الطياره الخاصه اللي جابها لك جده؟ كفايه لماضه، انت واخدنا فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا كده بعدنا قوي عن قصر الفرعون. اه ما ننسيت اقول لك يا حبيبي ان بوصله الطياره بايظه. ايه بايظه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سلامة. الله يسلمك يا هميس. انتوا ايه اللي جابكم؟ احنا جينا ناخد شاور ونغير هدومنا. ايه ايه شاور؟ ناكل لقمة رم عظمنا
حاكم، احنا قرفنا من اكل الغزلان والخرفان، عايزين نضرب جمبري واستاكوزا وصبيط، اي ديدان والسلام. بس والنبي ما تنساش الطحينه والسلطات. كفايه بقى، قرفتني. اقرف براحتك يا حبيبي، براحتك، انا في الحمام اخد الشاور بتاعي واغير ريشي وارجع لك. باي. انا فرحانه انك جيت يا امير. شايف انا جبت لك ايه؟ ايه دي؟ دي حزازة جلد من اللي انت بتحب تلبسها في ايدك، ودي سلسلة فضة هتاكل من لقبتك حتة. متشكر يا هميس، لكن انا مش هستعمل الحاجات دي تاني خلاص. ده بتقول ايه؟ دي سلسلة وحزازة اخر حاجة يا امان. من فضلك يا هميس، انا فعلا عايزة بامان. غير زمن السكوت بين جدران البيوت، أمجادك ساكنة فيها حكاوي مش بتموت، كامل وعرابي ومينا زغلول ونجيب محفوظ، تاريخ كبير عظيم في قلبنا محفوظ، من أحمس للأيوبي ابن العاص والسادات، كيلوباترا ونفرتيتي تاريخهم عمره ما مات. قلب في الماضي كله في نكتة حلوة تعيش، في دفا وأصالة صوت عمنا سيد درويش. قلب في الماضي كله في نكتة حلوة تعيش، في دفا وأصالة صوت عمنا سيد درويش. هتلاقي نفسك وقيمتك في تاريخك الكبير. الأساطير.